أهلا وسهلا بكم من جديد. حذر أعضاء في مجلس الشورى أخيرا من تنامي ظاهرة الشهادات المزورة والوهمية في التعليم العالي، مطالبين بصياغة أنظمة جادة لحماية هذه الشهادات من العبث والاستغلال، خصوصا وأن السعودية باتت في المرتبة الثانية عالميا من ناحية انتشار هذا النوع من الشهادات على حد وصف المجلس، مؤكدين في الوقت نفسه أن القضاء السعودي أصبح يتسلم قضايا عدة تختص الشهادات العلمية المزورة، الأمر الذي يكشف حجم خطورة هذه الظاهرة التي لا تزال محل درس من جانب الجهات المختصة حتى الآن. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لزميلي محمد الحبيب، ثم نعود بعد ذلك للنقاش. القضاء ينظر سنويا 2500 قضية، منها 70 قضية تخص الشهادات المزورة، وهذا يعني أن السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد العراق في الشهادات المزورة. هذه الشهادات تمنحها جامعات وهمية غير معترف بها، تعمل من خلال مكاتب ارتباط عبر شبكة الانترنت من دون أن تكون لها مقرات أكاديمية أو مدن جامعية، أو من خلال مكاتب وساطة تجارية تعمل في معظم الدول. البعض يعول سبب تزوير الشهادة بحجة الوجاهة أو لعاطل يبحث عن وظيفة بين مكاتب تفضل ذوي الشهادات العليا. السبب الرئيسي هو عدم توفر جهات أكاديمية تعليمية توفر التعليم الكافي لكل من يطلبه. هذا طبعا في مرحلة من المراحل، لكن الآن نحن طبعا في بداية تطور التعليم، وبالتالي فأعتقد أنه يعني كسبب آخر الاهتمام بالنواحي يعني بالوجهات، فتجد كل من يسعى إلى اكتساب شهادة بمبالغ نقدية سواء زهيدة أو كبيرة فهو سعيا إلى اكتساب وجاهة تضاف إلى اسمه أو سمعته. وأرجعت لجنة في مجلس الشورى تنامي ظاهرة الشهادات الوهمية في المملكة إلى غياب النظام الرادع الذي يجرم الشهادات الوهمية ومصادرها ومسوقها ومن شارك في منحها وصاحبها. ما في قوانين أو تشريعات حتى الآن تنظم هذه المسألة، لذلك يعني طرح الآن النقاش سواء في مجلس الشورى أو في أو لدى المختصين والباحثين في هذا المجال الذين يعني ينادون إلى تشريع نظام ينظم منح هذه الشهادات وتحديد المعتمد منها من غير المعتمد. وأوضح البعض أن الشهادات المزورة والوهمية أشد خطرا على الوطن من الإرهاب والمخدرات والغش التجاري، ولكن النقطة المهمة التي يجب النظر فيها من قبل ذوي الاختصاص التفريق بين الشهادات المزورة والغير معتمدة. محمد الحبيب لبرنامج يهلا الرياض. شكرا لمحمد الحبيب على التقرير. موضوع الحقيقة موضوع خطر قديم جديد، وعضو مجلس الشورى الدكتور حمد القاضي يقول شهادة بوريالين نسميها، بعد شوي راح أقول لكم متى قال هذا الكلام. لكن لمناقشة هذا الموضوع يسوني رحب من استديوهاتنا في الرياض عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي. دكتور موافق أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله دائما تكون في المجلس موافق على القرارات اللي تفيد المواطن ورافض لكل ما يضر مصلحة المواطن. أهلا وسهلا بك. بداية، إلى أي مدى مؤسسات التعليم العالي غارقة في الشهادات الوهمية والمزورة؟ شكرا، مساك الله بالخير. يبدو لي أن في هناك خلط في قضايا الشهادات المزورة والوهمية. نتحدث عن هذه، عن الفرق بينهما واضح ومعروف. القضية تتعلق في أن تزوير المستندات هذه قضية دائما كل الناس يعرفونها ويتحدثون فيها، ولكن هناك القضية الكبيرة اللي تحدث ربما أنا عنها وتحدث عنها في ما طرحته في مجلس الشورى للجنة التعليمية يتعلق في الشهادات الوهمية، وهذه شهادات تمنح من جامعات ربما تكون من خلال متواجدة من طريق الانترنت ووجودة بالفضاء الإلكتروني فقط، هي ليست جامعات بالمفهوم الجامعي، أن هناك
طلاب وهناك قاعات وهناك مدرسين أساتذة وما إلى ذلك، لكنها تمنح بطرق مختلفة تماما وتدعي أنها جامعات محترمة ومعترف فيها. في كل بلد يا أخي الكريم هناك قضية الشهادات قضية دائما سيادية، بمعنى أنه من سيادة الدولة منح الشهادات، ولهذا تقوم في كل بلد لها تنظيمها الخاص. احنا في المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي تقوم بهذا العمل على افضل اكمل وجه. هي عندها قوانين وأنظمة تنظم كيفيات التعامل مع هذه الشهادات. هي اي شهادة لا تعترف فيها اصلا بلدها أو منشأ هذه الشهادة ما تعترف بها المملكة العربية السعودية، هذا عرف دولي دائما يتحدثون الناس اللي مهتمين في هذا الجانب فيه. لكن القضية أن وزارة التعليم العالي دائما عندما يتقدم شخص ما حصل على شهادة بغض النظر عن مستواها للجنة الاعتراف بالشهادات ترفضه دائما او يرفض دائما، ولكن ليست المساله في قضيه الرفض، انما نتحدث عن كيف نحمي هذا الوطن والمواطنين من 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 ربما والله بدري يا دكتور اعتقد تاخرنا في الحمايه، لانه احنا طالما وصلنا للمركز الثاني في الشهاده المزوره عندنا مشكله. ساعود لك ولكن معي مباشره الكاتب الصحفي الدكتور عبد المحسن هلال. اهلا وسهلا بك دكتور عبد المحسن، برايك من المسؤول عن تنامي ظاهره الشهادات الوهمية، خصوصا أن أعضاء في مجلس الشورى يؤكدون أن السعودية باتت في المرتبة الثانية عالميا في هذا الموضوع؟ السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة هي ظاهرة، يعني إذا كانت وزارة التعليم العالي كما يقول الأستاذ أدت واجبها على الوجه الأكمل، فلماذا نرى هذا الكم الهائل إذا رجعنا أصبحنا بعد العراق مباشرة؟ وهي ظاهرة لا تظهر إلا في المجتمعات أو الدول غير المستقرة كالعراق مثلا. لكن المشكلة هنا لدينا أننا يعني هذه أسباب الظاهرة اجتماعية ومادية. نحن مجتمع لا يؤمن يعني بالاسم المجرد، نؤمن بالألقاب، لابد أن يسبق اسمي لقب معين، وهذا شيء خاص إذا كان ليس له ضرر على المجتمع. ولكن إذا كان وصل إلى التعليم وإلى الصحة وهي أهم من التعليم في هذا المجال، فيعني تصبح جريمة، وأي جريمة لابد أن يكون لها عقاب. فإذا لم يكن يعني قانون يجرم هذه الأعمال، يعني أنا أعظم شيء سمعته من وزارة التربية والتعليم أن كل من ثبت أن لديه شهادة غير حقيقية يطلب منه بس عدم وضع حرف الدال أمام اسمه، وهذا ليس عقاب، يعني هذا مجرد يعني ترضية، ولكن لابد أن أعتبرها جريمة، ولابد أن يصدر يعني قانون يلزم بمعاقبة كل من يرتكبها. طيب كيف راح تكون الضوابط؟ كيف تتخيل الضوابط تكون؟ خلينا نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة، وبعدين يعني إحنا نعيش حالة غريبة جدا. أنت حددت أنه تحدث يعني هذه الظواهر في مجتمعات غير مستقرة، المجتمع السعودي أو المملكة العربية السعودية مستقرة، ومع ذلك حدث هذا الأمر. إيه بس قوانين الرقابة كمان رقم 2 بعد الاستقرار تجي، هل لدينا قوانين رقابية تجرم هذا الفعل وغيره؟ هذا هو السؤال. يعني إذا ضبط رجل أحضر شهادة مزورة ما هو العقاب؟ ليس هناك قانون أو تنظيم معين يعني يجرم هذا الفعل. يمكن يحاسب على أنها تزوير، يعني عقوبة تزوير. يا أخي إحنا في البضائع نطلب شهادة المنشأ من التاجر أو من المستورد أو المورد، فما بالك بشهادة يعني عليا؟ نحن نعرف أن كل الدول لديها أنظمة لهذه الأشياء، يعني مجرد سؤال لكل من يتقدم إلى أي وزارة بشهادة، مجرد سؤال اتصال بالسفارة هناك، هل هذا المعهد موجود، هل هو في القوائم المعترف بها، الملاحقنا الثقافيين في العالم ممكن يزودون بهذه الأشياء. ليس هناك تنظيم معين، يعني أنا أشوف أنه مجلس الشورى يعني عليه إحضار الوزير المسؤول
سواء في الصحة أو في التعليم أو في التربية لسؤاله